بسم الله راح اتكلم ان شاء الله عن جريت رونز حقات الالدن رينج او المين بوسز من هذا البانفاير. تمام، لما كرفت تاون بريدج راح نفعل اول شيء حقت جولد رينج. تمام، واو حول جيب هذا. هذا شكله كويس. فيكتوري نشوف كان عندي جريت رونز جودريك هذه. تمام، خلنا نشرحها، نطلع فوق. تمام، هذا بونفاير سوى رست عنده. بعدين من هنا هنا نمشي، من هنا ناخذ الرونز، من هنا انفنتوري، هذه جريت روم. الحين بتكلم عن الرون الثانية رادان، هذا بونفاير. تمام، هو هنا مكانها. تمام، ناخذ الحصان. حلو، الطريقة هذا كذا. بعدين نطلع فوق مرة ثانية. يلا تمام، الحصار حلو، الحصار مقفل طبعا، فلا يبينا نطيح فسكيب المكان هذا. حلو، هنا في شفته. استنى خلينا نشوف كيف آلية طيح على هذا. تمام، أشوى موت. حلو، بعدين نطلع من هنا. واو، أمانة هذا الشيلد كبير فخرب علي. تمام، هوب. الحين بدنا نرجع نفس الطريقة. خلصني. واو، ستون صوت كي. اوكي، يلا نطلع. حلو، هنا ديفاين تاور اوف كرايد هنا. تمام،
عشان نروح البنفاير هذا نمشي هنا. طبعا بيكون في باب مقفل هنا او توقف معلش فوق هنا هذا المكان بيكون مقفل باب هذا. عشان تفتح لازم تكون نقاط الردان عشان يفتح. انتظر هذا يجي وبعدين نقفل. نجا المصعد نطلع فوق بس بقص. وصلنا السقف طبعا زي ما تشوفوا ما نشوف شيء. نمشي من هنا نروح يسار. طبعا في بوم فاير يفترض يكون قدامنا وفوق معلش. طبعا في تحت هذا المكان في جود سكين ابسيل بوس. هنا نمشي نلقى الرون حقت غدام. بس في شيء تحت بروح اشيك عليه. الحين بتكلم عن الرونز الثالثة اللي هي ديث رونز انفنتوري. تمام هذه ديث رونز ما ادري هي كارت تعتبر له او لا لكن هاي ممكن. تمام من هذا البنفاير تمام نحط هنا حق راني. لا ريموف غلط نزلت اكزامن. تمام لازم تحط ستاتشو. ستاتشو هذا تاخذه من كوست راني. تمام نروح من هنا حلو هوب حلو نمشي من هنا كذا هوب هوب هوب. طبعا ممكن يكون عندك انفيدر. انا كان عندي انفيدر وذبحته. وخ عني هوب كان سمعت صوته. كيف هوب تمام طيح هذه تمام. استنى شوف ايش اسهل طريقة. حلو تمام بعدين نطيح لهذا. شوف من السنة وي 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 نزلنا يس. حلو نمشي من هنا. اتذكر ما ذبحت البرنس يمكن ياب ما ذبحت البرنس. افتح الباب جام مصعد نطلع فوق زي ما قلت لكم برنس ديث او يسمونه هذا ريكارد. هي شو اسمه البرنس كاستمر في ديث طبعا لها علاقه ببان زي ما قلت. وفي ايضا بقيت طبعا هنا حق راني. ناخذ من رونز تمام. بتكلم الحين عن لا اله الا الله رونز الرابعة اللي هي ريكارد. طبعا الديث رونز اللي انا متكلم عنها قبل شوي كانت حقت ما ادري هذه مش لكن هذا قدام هذه ممكن يا هذه يا هذه هذه غالبا لكن هذه الحين بنجيبها ان شاء الله. تمام من هذا البنفاير او من هذا التنل خش جوا. تمام نمشي قدام هنا بيكون في هيدن وول نسحب عليهم. نمشي في هنا هيدن وول بعد كمل سيدا ننزل من هنا. هنا بيكون في حشره كبيره فوق او يمكن اسوي كذا ننزل من هنا هوب كذا سبع هذا من هنا كذا طبعا نبي نجمع اول فاجمنت هناك في مكان كويس هوب نزلت من هنا براش هذا بعدين نلف البراش الثاني وبعدين البراش الثالث
بعدين الحين نسوي باكور. استنى هوب ننزل هنا هوب كذا مع نفس ذاك الايتم. عارف انا وشو نمشي من هنا. هنا من قاتل واحد زمور ما ادري ايش اسمه الشخص هذا بس من قاتله. هنا نمشي قدام هذا البوم فاير نوز ويست اتلس. نحط الجهاز عشان ينزل. تمام جاء المصعد نطلع فوق. تمام جاء المصعد نمشي في بوم فاير هنا نفعله نطلع فوق هوب. وناخذ الروم هوب اللي هي حقة ريكارد ريكارد رون هذه. تمام من هذا البنفاير في ايتم هناك اللي هو رونز بتكون لا اله الا الله مارغوت رونز. فنشوف الحين شو الوضع. هوب ما يمدينا من هنا. تمام هوب نخش من هنا. فين هنا هو ولا فوق؟ ناديه وبعدين نشوف. تمام جانا هذا نطلع فوق نشوف ندور هناك. لا هناك اسلحة رينا او مالينا مو ملينا مالينا الثانية. تمام من هنا واحد منهم بيودي الطريق الصح اللي هو هذا. هذا الطريق هذا سوال سكيب حلو عند البون فاير هذا. ثنتين هم زين. فوق مارغوت موغن مارغوت شو شادتهم مودام مارغوت رايز ماكسيم اتش بي بليسنج في بلد تو بي فانتوم. تمام الحين بتكلم عن اخر رون اللي هو ملينا رود ملينا روز من هذا البنفاير. نبي نروح لهذا المكان. تمام خلينا نحط الحصان رقم ثلاثة. رقم ثلاثة هنا بس فوق هو ولا تحت ناسي. لازم اقتل انا سوال استاجر. من هذا البنف الصندوق. تمام نشوف الحين وين بودينا. بدينا عند مكان قطع. عارف انا وين البوت هذا اللي قد مرة جيت ورحت انتحرت على طول من هذا. تمام تمام من هذا المكان اللي جيناه. نمشي سيدي نطلع فوق. وها بنفاير كأني ما استخدمته. اوكي طبعا عملاق اقدر اضرب معه. قتلنا العملاق طلعنا وزل الاتموسفير بس ما في شيء ما علت علي. طيب من هذا التلبورت يلا بسم الله
نشوف شو ممكن. صح بتكلم عن اشفا هذا والله دام نواصل وانتظر اشوي حلو تمام. من هذا بنفاير من ذا اطلع هذا بنفاير الاول تونكس فاير تونكس اوف فاير لسان النيران او ايه السنة النار يس او السنة من اللهب تجي بعد. وحنا ناخذ الرونز مالينا كاتون مالينا 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 هذه مالينا هذه اتاك كفر اتش بي افتر دامج از تيكن. حلو طيب عشان افعل هذول انا معاي الحين جودريك تمام. خلني ارجع هنا عشان اتكلم كيف نفعل ايرون. خلينا نغير اللون اللي عندنا كريت هون اول شيء كريت هون ناخذ بدالها مثلا حقت موج تمام. بروح اشرح وين مكانها وكيف تتفاعل الرونز هذه. وصلنا عند هذا المكان تمام. في بعض اسلحة البوسس شريتها قلت يلا فايد ليش لا. هذا سلاح موج موجوين اسمه بس يلا ما تفرق. حلو تمام معي الحين سلاح البوس. طيب عشان افعله نروح الانفنتوري عندنا رون ارك شوفوا كم دمي عادي اتفعلت